النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل الى مطار الدوحه لحضور حفل افتتاح كاس العالم، حيث كان في استقباله الشيخ عبد الله بن حمد ال ثاني نائب امير دوله قطر، وده بعد الدعوه طبعا اللي وجهت لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الحبيبه. واكيد حضور يزيد يعني كاس العالم ويزيد الافتتاح شرف بتواجد رئيس جمهوريه مصر العربيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي لقطات طبعا من التجهيزات وكل الامور تتعلق ما قبل ساعات قليله جدا من افتتاح كاس العالم، وادي طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان طبعا في استقباله الشيخ عبد الله بن حمد ال ثاني نائب امير دوله قطر. لقطات حضراتكم بتشوفوها دلوقتي معانا على الهواء مباشره. طبعا هو الاستقبال ده كان من شويه، لكن احنا بنعرض لحضراتكم هذه اللقطات وحاجه ايجابيه لابعد درجه. يعني اكيد نتمنى كل التوفيق لدوله قطر الشقيقه في نجاح يكون باهر وبدايته واضحه جدا باذن الله لمونديال ونسخه استثنائيه لاول مره في المنطقه العربيه، نسخه كاس العالم 2022 في قطر. ان شاء الله يكونوا موفقين على كل الاصعده سواء الصعيد التنظيمي او حتى الصعيد الفني.